بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. نستضيف الليلة الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال المصري الإفريقي، وسنتحدث معها عن أهمية التمويل لدعم الاقتصاد الإفريقي، خاصة مع استضافة باريس لقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية بمشاركة مصر. ونبدأ معكم بأهم الأخبار المتعلقة بهذا الحدث الهام، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد اللقاء التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة المستويين الاقتصادي والتجاري. وأكد السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، معربا عن التطلع لتعظيم التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مختلف القضايا. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم جهود مصر لمكافحة الإرهاب والتزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. هذا وارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019-2020 لتصل إلى 349 مليون دولار بنمو سنوي نسبته 17.9%. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2019، بتراجع يبلغ 6.9%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530 مليون و500 ألف دولار خلال عام 2020، مقابل 640 مليون و300 ألف دولار في 2019، بتراجع يبلغ 18.9%. وعلى هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وفي ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، سيعقد الرئيس عددا من اللقاءات مع المسؤولين ورؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، والتي شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من باريس الأستاذ حسن بهنام، مستشار الغرفة التجارية الفرنسية بمصر. مساء الخير أستاذ حسن، وبداية لو تحدثنا عن الاتفاقات المتوقعة والممكنة ما بين الطرف المصري والمسؤولين والشركات الفرنسية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مساء الخير مدام دينا، ومساء الخير للمتفرجين الأعزاء. أولا بخصوص زيارة فخامة الرئيس إلى فرنسا، دي لازم أقول إن دي سادس زيارة خلال الست سنوات اللي فاتوا، وده لوحده بيوري العلاقات الوثيقة اللي موجودة بين مصر وفرنسا، وبيزداد أهميتها سنة بعد سنة. دلوقتي بخصوص الأرقام اللي ذكرتيهم حضرتك في التبادل التجاري 2019-2020، بلا شك ده كان فترة كوفيد ومشاكل تانية، بس دلوقتي كله بيرجع. دلوقتي الشركات الفرنسية كلهم يعني بيدوروا على فرص يقدروا يا اما ياسسوا شركه في مصر او يستثمروا في مصر. يعني انا شخصيا حسيت خلال اليومين دول قد ايه المؤسسات والشركات الفرنسيه ابدت اهتمام كبير بالدخول في شراكات اقتصاديه وتنمويه مع مصر، وكل ده من أجل طبعا تنفيذ العديد من المشروعات القومية مثل محور الاقتصادي لقناة السويس، المدن الجديدة، العاصمة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، وغير مشروعات اللي حضرتك عارفاهم. زي ما قلت دي سادس زيارة، يعني مش لازم ناخد ده بسهولة.
ست زيارات خلال ست سنوات، يعني ده مش بيحسب مع كل العالم. بالفعل هي دليل قاطع على انه هناك يعني رغبه في التعاون المشترك بين الطرفين وحرص على استمرار العلاقات على اعلى مستوى. استاذ حسن، كنا التقينا في يعني مؤتمر سابق عقد في مصر وكان يجمع عددا من الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين، وكان واضح انه هناك رغبة بالفعل في دعم العلاقات ما بين الطرفين. لنتحدث عن المجالات التي تعتبر أكثر جذبا للطرف الفرنسي، يعني ما هي القطاعات التي يرون فيها فرصا أكبر وتوجد رغبة لتفعيل التواجد الفرنسي بها خلال هذه الفترة؟ أيوة، المؤتمر اللي ذكرتي حضرتك في فرنسا في 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 مصر بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون كان يوم 28 يناير، وفعلا حصل زي ما فاكرة أكيد حضرتك، تم إمضاء على 32 اتفاقية تفاهم عشان مشروعات مختلفة. بتسألي حضرتك عن المجالات، ممكن أقول لك من دلوقتي إيه النهاردة المستثمرين الكبار الفرنسيين طالبين يعني مهتمين بهم. المجالات هم مجال الطاقة، النقل، المواد الغذائية، الاتصالات كتير، لأنه نيو تكنولوجيز كله عايزين يحاولوا يخشوا، وحتى في مجال البنوك في القطاع المصرفي. إذن مصرفي بس قصدي أيوة بالضبط. فذكرتي أنه رئيس ماكرون ابدا برغبه انه يزود التعاون كما فعل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. برضه عايزين يشتغلوا مع بعض البلدين ويدوا، وعندهم رؤيه متشابهه زي ما عارفه حضرتك في عده قضايا، طبعا اقتصاديا بس كمان اقليميه، قضايا اقليميه او دوليه. واتفقوا امبارح على انه يعني رئيس ماكرون قال انه مصر شريك استراتيجي في يعني ضد الارهاب والتطرف. فعندهم مصالح مشتركه البلدين لاسباب تاريخيه طبعا، وكمان يعني زي ما بيقولوا وين وين سيتويشن عشان يشتغلوا مع بعض. حاليا في 162 شركه فرنسيه موجودة في مصر في عدة مجالات، وبيوظفوا تقريبا 40,000 عامل ومسؤول، وده برضو يعني نوع من ال يعني بيشاركوا في العمل، يعني يزودوا قطاع العمل. البنية التحتية ذكرتها، الأجانب غير موضوع التسهيلات عايزين بعض الحاجات عشان يجوا. نعم. زي مستثمرين فرنسيين مثلا عايزين بنيه تحتيه مثل الطرق والكباري، يدي عندنا كل دول يعني خلال 5-6 سنوات زادوا كتير، زي ما عشان وبعدين بدون عشان يشجعوا المستثمرين. عارفه حضرتك انه عملوا الحكومة عملت قانون استثمار جديد، ف كل واحنا دورنا ايه كغرفة تجارية؟ دورنا انه نكلم المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية كذا في فرنسا، نديهم المعلومات دول انه يا جماعة مصر مستعدة، تفضلوا اهلا وسهلا، عملنا لكم هو طرق، كباري، اتصالات، مواني، مطارات وكذا. نعم. تفضلوا، موجود كله.
تفضل. شكرا جزيلا لهذه المشاركة القيمة الأستاذ حسن بهنام مستشار الغرفة التجارية الفرنسية في مصر. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأكد السيسي أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. وأشاد السيسي بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة الانتقالية وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. وأعلن الرئيس عن مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها. وحول آخر تطورات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، ينضم إلينا مراسلنا في فرنسا خالد شقير. خالد، مساء الخير، وحدثنا عن أجواء الزيارة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي في القمة اليوم في قصر الإليزي. تحياتي زميلتي العزيزة دينا ليكي ولكل السادة المشاهدين. لقاء كان مثمرا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابعناه مباشرة عبر قناة إكسترا نيوز الدخول والخروج إلى قصر الإليزي. هذا اللقاء استعرض في الرئيس المصري المستجدات أو آخر المستجدات الإقليمية وأيضا الدولية. قضية الشرق الأوسط والوضع في الأراضي الفلسطينية فرضت نفسها، كانت أحد أهم المحاور في هذا اللقاء، وأيضا قضية سد النهضة. ثم أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة من الإليزي وتوجه إلى قصر إيفيمير، حيث أحدثك الآن لتتحول القمة من قمة سياسية إلى قمة اقتصادية، وهو كان الهدف من هذه القمة. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أشرت في الخبر بدعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية، وتحدث عن أمن السودان الاقتصادي فكأنه أمن اقتصادي لمصر. أيضا لم ينسى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتحدث لتشجيع الاستثمارات في مصر. هذه الزيارة تأتي بالفعل لدعم السودان وأيضا دعم الدول الإفريقية وأيضا زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. طبعا القمة اقتصادية كما أشرت لا يوجد يعني أبلغ من الأرقام دينا، حيث أنه الأرقام وحدها تتحدث عن قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. البعد الاقتصادي حيث تسعى مصر لجذب الاستثمار كما أشرت في جميع القطاعات. طبعا الاستثمارات حدثت في مصر زادت بنسبة 22% من 2018 ل 2019. أيضا هناك أكثر من أو فرنسا تأتي في المرتبة 12 على قائمة الشركاء المصر التجاريين، 160 شركة فرنسية، أكثر من 50,000 عامل مصري يعملوا في هذه الشركات. مصر تسعى للمزيد وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في القاهرة. نرجع إلى قمة دعم السودان. الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الجميع لمساندة السودان، دعا الفرقاء في السودان
السودان لأهمية التوافق فيما بينهم والعودة لمصلحة السودان. أيضا المشاركين في هذه القمة أعربوا عن شكرهم للرئيس إيمانويل ماكرون ولفرنسا لأخذها هذا المقترح. أخيرا طبعا وزير الصحة الفرنسية برونو ليمير قال أن فرنسا ستقرض السودان عفوا مليار ونصف مليار دولار لسداد متأخراتها لدى صندوق النقد الدولي، ونحن في انتظار القمة اللي كانت مغلقة الحقيقة بين الرئيس ماكرون أو بين فرنسا والسودان منذ لحظات لمعرفة ما آلت إليه الأوضاع. إذن تستمر العلاقات المصرية في تحسنها، وتسعى الدولة المصرية لتوسيع هذه الاستثمارات دينا وزيادة الاستثمارات الفرنسية لما فيه خير البلدين مصر وبالطبع فرنسا. طيب خالد، طبعا زيارة هامة بكل المقاييس ولها أبعاد مختلفة، لو تحدثنا فقط عن أبرز النقاط التي يتم التطرق إليها فيما يتعلق بمساعدة الدول الإفريقية بشكل عام في مرحلة ما بعد كورونا، ما هي أبرز المساهمات من الجانب الفرنسي لتحسين الأوضاع وتشجيع حركة الاقتصاد والتجارة في المرحلة المقبلة؟ دينا الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في صيف 2019 كان رئيسا للاتحاد الافريقي، ومن خلال مؤتمر الدول السبع ابلغ المجتمع الدولي ودول شمال المتوسط بان العالم كله او ان شمال المتوسط يرتبط امنه بجنوب المتوسط، ان انتشار الفقر يدفع الى الجريمه، ان شبكات التهريب والهجره غير الشرعيه والانتماء الى الجماعات الارهابيه لا يجب علينا ان يعني محاربتها فقط، ولكن يجب علينا البحث عن النقاط ودعم افريقيا ودعم الاستثمار في افريقيا ولتوفير فرص العمل. اعتقد ان فرنسا اخذت بطرف الخيط وبدات بالفعل تنفيذه على ارض الواقع. دعم فرنسا لاقتصاديات افريقيا هذا ما سوف نتابعه غدا عن طريق قناه اكسترا نيوز دينا، وسنوفيك بالجديد بكل التفاصيل يوم الغد. طبعا خالد سنبقى معك في متابعة مستمرة لمعرفة آخر التفاصيل. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الزميل خالد شقير من فرنسا. نتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا ونتحدث بعده عن الجهود الدولية لخفض ديون السودان، ابقوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. ثمن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك جهود فرنسا في عملية دعم التحول الديمقراطي في السودان، معربا عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنظيمه هذا المؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بالعاصمة الفرنسية باريس. خطة طموحا قد أرساها الشعب السوداني ومضوا خطوات واسعة نحو تحقيقها، نحو تحقيق الرخاء. إن هناك أولويات، إن هناك أهدافا قد أولاها الشعب السوداني أولوية لتحقيق هذه، وهي الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية. بالطبع إن الشعب السوداني يبذل جهودا في مختلف المجالات للتغلب على الفساد والتغلب على الأزمة الاقتصادية والقيام بإصلاحات في المجالات، في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، وكذلك في إطار جهود التنمية الشاملة في دولة السودان وتحسين أداء الحكومة المدنية والمرافق العامة، وكذلك حماية حقوق الإنسان وحقوق الحريات العامة والمساواة بين النوعين الاجتماعيين. قال وزير المالية الفرنسي برونو ليمير إن بلاده ستمنح السودان قرضا معبريا بقيمة مليار و500 مليون دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي،
وأضاف أن الرئيس ماكرون سيؤكد منح القرض للسودان في وقت لاحق اليوم، ويأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية. هذا وتسعى السعودية للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق لخفض وإعادة هيكلة ديون السودان. المساعي السعودية تأتي قبل انعقاد مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصادات الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، وستشارك السعودية في محادثات إعادة هيكلة ديون السودان، وستضغط المملكة من أجل اتفاق لخفض ديون الخرطوم والتي تتجاوز 50 مليار دولار. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى استراتيجية لدعم السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها، والتي تتطلب التكاتف معهم، خاصة مع عودة السودان للمجتمع الدولي والتعامل مع مديوناتها الكبيرة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. السيد الرئيس والدولة المصرية متبنية تسخير كل الإمكانيات في الدولة المصرية لدعم أشقائنا في السودان. المرحلة اللي بيمروا بيها بتتطلب تكاتفنا معهم، خاصة وأنه عودة السودان للمجتمع الدولي والتعامل مع المديونيات الكبيرة للسودان مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. فإحنا بدأنا بتدعيم طلب السودان في صندوق النقد الدولي بإسقاط أعباء الديون وجزء من الديون من خلال الاحتياطيات المخصصة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها، واللي برضو مصر لها نصيب في هذه الاحتياطات بالتنازل عن نصيب مصر في هذا. هذا وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن أبرز ملفات المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بمشاركة مصر هي دعم البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي وإسقاط الديون والأعباء التي تثقل كاهل السودان. النظر في المسائل المتعلقة بالديون وأعبائها، المسائل المتعلقة بتوفير التمويلات المختلفة لدعم معدلات النمو ودعم البنية التحتية في السودان، وأيضا دعم المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي. أيضا إلى جانب دوت، يعني مفروض إن شاء الله بإذن الله المانحين والممولين وما إلى ذلك يبحثوا برضو أيضا النقاط الأخرى في الدعم الفني في الجوانب اللي رفع الكفاءة ونقل الخبرات وما إلى ذلك. كل الحاجات دي بتبقى يعني حاجات مهمة جدا في تلك المراحل الانتقالية. هذا وتقترب مصر من تحرير حركة التجارة مع السودان، ويسعى البلدان إلى إزالة جميع القيود المفروضة على حركة التجارة بينهما. نستفيد في هذا الموضوع مع ضيفي دكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. مساء الخير دكتور شريف، ومن وجهة نظرك ما الذي تحتاجه مصر لتعزيز تجارتها مع السودان؟ مساء الخير يا فندم. طبعا مصر بنتصادم مع السودان على عدة أمور عشان تسهيل التجارة. طيب دكتور شريف، عذرا يجب أن نذهب للبيان الختامي لمؤتمر فرنسا ونستمع لكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كونوا متأكدين السيد رئيس الوزراء، السادة رؤساء المجتمع المدني، نحن نبذل أقصى جهدنا من أجل الارتقاء بالسودان، وكذلك هذا المؤتمر الذي عقد اليوم استفدنا منه الكثير وحظى بنجاح كبير. نحن نعمل على تحرير كل العراقيل التي
تقف أمام الشعب السوداني، ونحن نعمل على إزالة جميع الرهانات التي تصف التي يمكن أن نصفها بالعتيقة أمام الشعب السوداني. وهذه المرحلة الأولى أن نضع جانبا التحديات وأن نضع جانبا العراقيل التي تعرقل المسيرة أمام الفرص الاستثمارية والتجارية للسودان. الحكومة السودانية تضع أيضا الكثير من الحلول نأخذها على محمل الجدية من أجل فتح مجالات كثيرة أمامنا. هذه المرحلة الانتقالية في السودان تعد الأهم على الإطلاق. على سبيل المثال، السودان كمثال أمام المجتمع العربي والمجتمع الأفريقي، وكذلك أمام التحولات السياسية هناك تغييرات كبيرة. السودان تشكل بالنسبة للتشاد وبالنسبة لأثيوبيا نقطة هامة أيضا ودولة محورية. الشابات والسيدات في السودان يلعبن دورا هاما ومحوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية في السودان. سوف نقف بجواركم دائما حكومة وشعبا. أشكركم شكرا جزيلا. نيابة مرة أخرى عن شعب السودان وحكومة السودان، نؤكد أن هذه الخطوة التي اتخذتها فرنسا الشعب السوداني، وسيظل هذا المؤتمر في ذاكرة الشعب السوداني يذكره لكم ما دام السودان موجود. المبادرة التي أطلقتموها والتعهدات التي التزمتم بها تفتح الطريق أمام بقية الدائنين في السودان، أيضا ستفتح الطريق أمام بقية الداعمين للسودان. نحن نشكرك شكر جزيل، نشكر فرنسا أيضا شكر جزيل، ونشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين الأصدقاء الحقيقيين للسودان الذين سمعناهم قبل قليل، سمعنا منهم تعهدات حقيقية، ونتمنى أن تستكمل هذه التعهدات، ونتمنى من الباقي الإخوة الأصدقاء والأشقاء الذين لم يقدموا تعهداتهم بأن يحذو حذو القيادة الفرنسية التي التزمت وتعهدت وأوفت بعهدها الآن أمام الجميع. نكرر شكرنا وتقديرنا، ونؤكد استعدادنا الكامل للتعاون والاستجابة للمطلوبات إذا كانت من المؤسسات المالية العالمية أو من المستثمرين لنسهل الطريق ونفتح الأبواب أمام الجميع. أيضا شكرنا يمتد لمساهمتكم في جهود إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساهمتكم في إحلال السلام مع مجموعات الكفاح المسلح التي توافقنا معها على بناء السودان الجديد. أيضا هذا عهد على أننا سنمضي في تحقيق شعارات الثورة التي دعمتموها في الحرية والسلام والعدالة. وشكرا جزيلا. Thank you very much, Mr. President. You know, when we came to visit you a year and a half ago, we were bringing the hopes of the Sudanese people, aspirations, plans. We never thought we would reach that far in such a short period. Then you promised us that you are ready to host. بالطبع نشكركم جميعا، نشكر فخامة الرئيس الفرنسي ونشكركم على ولا نشكركم على شكرا لكم على تنظيم هذا المؤتمر الكبير الذي يعد علامة فارقة في تاريخ مرحلتنا الانتقالية.
ونؤكد لحضراتكم أن الشعب السوداني مستمر في مساعيه لإقامة مؤسساته وبناء دولته خلال المرحلة الانتقالية. وأود أن أطرح لحضراتكم ثلاثة أمور هامة أو ثلاثة موضوعات هامة. بالأمس وقبل أن نطرح وقبل أن يبدأ هذا المؤتمر، ولكن بالطبع علينا أن نضع هذه الأمور، الشؤون السودانية، في إطارها الصحيح وفي سياقها الصحيح الخاص بالقارة بأكملها. وهذه الندوة وهذا المؤتمر الإقليمي يعد منصة، هيئة فرصة ممتازة أن يطرح السودان من خلالها ما يعن له أو مشكلات على العالم، مشكلاته على العالم. وكما قلت في الصباح وفي جلسة بعد ظهر اليوم، إن هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ أو تطرح في سياقها الصحيح. Mr. President, أيها السيدات والسادة، I know that for the IMF, for the World Bank and the African Development Bank. أعتقد أي سيد الرئيس أعلم أن البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي يبذلان جهودهما لمساعدة السودان في التغلب على مشكلاته الاقتصادية. بالطبع أود أن أؤكد أننا في انتظار مساعدتهما، وذلك لدعم الشعب السوداني الذي خرج رجالا ونساء في الطرقات داعما ثورته في شهر ديسمبر عام 2018. إننا نؤمن يقينا أننا نسير في الاتجاه الصحيح. Thank you, Mr. Prime Minister. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Nous allons maintenant répondre aux questions. Une première question de Mohamed Ismaël de Soudan TV. لدعم السودان سياسيا واقتصاديا. الشعب السوداني يخرج من حقبة أنهكته كثيرا. قدمتم اليوم قرض تجسيري لدعم السودان، هل هذا القرض مشروط؟ وإذا كان مشروط ما هي هذه الشروط؟ أمر آخر، معناه الشعب السوداني لا يمكنه من الانتظار طويلا لتحقيق هذه الوعود التي قطعتموها من خلال وعدكم بالمساهمة مع دول أخرى لمسألة إيفاء الديون، هل من مدى زمني لتحقيق مسألة إيفاء السودان من ديونه الخارجية؟ شكرا جزيلا. Alors, pour être clair sur ce sujet. Alors, pour être clair sur ce sujet. Et merci pour vos mots. علي أن أكون واضح في هذه النقطة بالنسبة للالتزامات والتعهدات من الفرنسية تجاه السودان. لقد شرحت في البداية، نحن نعمل على إعادة هيكلة الدين السوداني، وقبل ذلك علينا أيضا أن نصيغ معادلة من أجل تخفيف مديونية السودان. فرنسا لقد سمحت بتخفيف الديون وكذلك تأجيل المستحقات على السودان من أجل استكمال المسيرة. هذه التعهدات التي قمنا بها اليوم خلال هذا المؤتمر، كذلك هناك تعهدات بريطانية وأمريكية أن نعيد إعادة تقييم المستحقات المتأخرة بما يتعلق بالمديونية السودانية،
وخلال الأسابيع الماضية لقد قمنا بالعديد من الاتصالات الهاتفية مع البنك الدولي والبنك الإفريقي من أجل إعادة هيكلة الدين السوداني. هذه الخطوات التي تبنيناها يجب أيضا أن تكون بصفة موازية مع إعادة هيكلة أيضا الديون المستحقة مع إعادة هيكلة البنية التحتية في السودان. إذن ليست هناك شروط قاسية، ولكن هناك تعاون بين الجميع من أجل إعادة هيكلة الدين السوداني من خلال برنامج منظم، والتي تعهدت فرنسا خلال هذا المؤتمر من جانبها على التزام بهذه الالتزامات تجاه السودان. Bonjour, Monsieur le Président du Soudan, Monsieur le Premier ministre du Soudan. سيدي رئيس وزراء السودان، هناك العديد من الإصلاحات من قبل الشركات الفرنسية. هل أيضا هناك ضمانات فيما يتعلق بهذه النقطة؟ وعلى أي حال؟ أيضا هناك بعض المظاهرات من قبل الجيش السوداني خلال الأسابيع الماضية، وكذلك السؤال للسيد الرئيس ماكرون فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ماذا تتوقعون من الوساطة المصرية؟ وكذلك ما رد فعلكم تجاه القصف الإسرائيلي في غزة؟ أشكركم شكرا جزيلا. متظاهرين بوفة القوات النظامية، هذا تصرف فردي ليس تصرف مؤسسة، وحتما من ارتكب هذا الجرم سيجد العقاب اللازم. لا جهة تدعم أي أعمال عنف ضد المدنيين، وجميعنا نقف ضد هذا التصرف وملتزمين بحماية المدنيين وتنفيذ العدالة في أي إجراءات تعسفية تجاه المتظاهرين السلميين. الموارد الاقتصادية المملوكة للقوات المسلحة هي ملك للدولة، ولدينا تشاور مستمر مع الجهاز التنفيذي في كيفية أن يتم التكامل في هذه المؤسسات حتى تصبح ذات قيمة مضافة وذات فوائد عامة لتخدم الشعب السوداني وتخدم السودان. Thank you very much for the two questions. شكرا شكرا لكم على هذين السؤالين اللذين وجهها. ولكنني أعتقد أن الإجراء الحاسم الذي اتخذته القيادة السياسية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهما إلى العدالة هو تصرف سليم، وبالطبع سوف يتم تقديمهما إلى العدالة حيث سيلقون جزاءهم العادل. أما بالطبع إن هناك برنامجا طموحا للغاية للإصلاح الاقتصادي والإصلاح المؤسسي في السودان، وبالطبع ينبغي ألا نثقل كثيرا على يعني على القطاع الخاص، ولكن علينا أيضا أن نحدث نوعا من التوازن بين القطاعين العام والخاص، و
علينا أن نعتمد سياسة الحكم الرشيد، وسواء أدار البلاد العسكريون أم المدنيون فالإصلاح ينبغي أن يكون الإصلاح هدفنا في نهاية المطاف. لقب الوساطة المصرية بين ما حدث بين محمود عباس ونتنياهو، أعتقد أن هناك العديد من العوامل علينا عليهم الجميع إصلاحها، وكذلك على الجميع توقف إطلاق النار، وعليهم جميعا أيضا الجلوس على مائدة المفاوضات في أسرع وقت ممكن من أجل وقف العنف ومن أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. هذه خطتنا جميعا، يجب أن نجد طريق من أجل استئناف المفاوضات ومن أجل الحوار خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. هناك أيضا قمة بين الرئيس السيسي ورئيس الأردن فيما يتعلق بهذه النقطة، وكذلك الوضع الأمني بالنسبة للصحفيين شائك جدا، يجب أن يكون هناك حماية للصحفيين، يجب على الجميع الجلوس على مائدة المفاوضات من أجل حقن الدماء، فالأهداف واحدة للجميع هو السلام والاستقرار في المنطقة. هناك اتصالات مع رئيس الوزراء نتنياهو. أشكركم شكرا جزيلا. أشكركم. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا على الهواء مباشرة هذا الجانب من المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر باريس لدعم السودان. طبعا تحدث فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، والحديث دائما عن مساعدة السودان في تخطي الأزمة الكبيرة التي تعيشها حاليا وأزمة الديون تحديدا. وهناك طبعا تعهدات دولية لمساعدة السودان، لكن ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو يعني وجوب توازي إصلاحات اقتصادية وأيضا يعني تطوير في البنية التحتية السودانية حتى يمكن أن تتجاوز هذه المرحلة. مشاهدينا، حول اللقاءات الهامة التي يعني تنعقد حاليا في باريس على الصعيد الإفريقي والتعاون ما بين فرنسا وإفريقيا وما بين مصر، وكل هذه الأطراف تنضم إلينا الآن الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال المصري الإفريقي. مساء الخير دكتورة أماني، وأسألك في البداية عن رؤيتك لمشاركة مصر في مثل هذه المؤتمرات التي تتعلق بشؤون القارة الإفريقية وهذا السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية فيما بين الدول الإفريقية. هو طبعا هام جدا وجود مصر، مصر دورها ريادي على مستوى القارة الأفريقية، وبعدين يعني أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر، ودور مصر في على الساحة الأفريقية هام جدا. وإذا كنا احنا بنقول انه السودان الشقيق يعني يجب ان يكون هناك إصلاحات اقتصادية، وإزاي ممكن انه هذا المؤتمر يقوم بدعم السودان في إلغاء الديون المفروض على السودان، ولكن الخطوة التي تلي هذا هو الإصلاحات الاقتصادية اللي ممكن تحدث في السودان،
وأيضا كما ذكر الرئيس الوزراء السوداني عن منتدى أعمال لجذب الاستثمارات في السودان، لأن هناك يعني موارد كثيرة جدا جدا طبيعية في السودان، لابد أن يكون للقطاع الخاص الأفريقي والقطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص المصري دور في هذه الإصلاحات الاقتصادية وهو في استثمار في السودان للاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في السودان. وده يجي في إطار أيضا دور مجلس الأعمال الأفريقي الذي أشرف برئاسته، إزاي دور مجلس الأعمال الأفريقي ممكن يعمل إيه في خلال هذه الأوقات من دعم الإصلاح الاقتصادي في السودان ودعم أيضا التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية، سواء على مستوى دول كوميسا اللي هي دول شرق وجنوب القارة الأفريقية السودان ومصر عضوان فيها، وأيضا على مستوى القارة الأفريقية ككل 54 دولة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، والذي يعني يعدد هذا إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تم تفعيلها في 1 يناير، ودور مجلس الأعمال الأفريقي في زيادة التجارة البينية بين دول القارة وأيضا زيادة التصنيع في القارة الأفريقية، لأن نعم. احنا إذا كنا بنتكلم على زيادة العلاقات المصرية الأفريقية فدور الاقتصادي هام جدا بالنسبة لهذه العلاقات الأفريقية المصرية. دكتورة أماني عصفور أرجو أن تبقي معنا، سنخرج لفاصل قصير جدا ثم نواصل معك هذه المناقشة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأجدد التحية بضيفتي الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال المصري الإفريقي. دكتورة أماني، طبعا حضرتك لديك نشاط واسع في مجال العلاقات الاقتصادية الإفريقية، دائما الحديث عن مسألة التمويل، والرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك طبعا في قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية، إلى أي مدى يشكل التمويل تحديا كبيرا أمام الدول الإفريقية لإحداث هذه الطفرة في الاقتصاد؟ هو طبعا التمويل هام جدا، لأنه إذا احنا ذكرنا أن احنا عايزين نستثمر في البنية التحتية والطاقة اللي هي أهم شيء بالنسبة للصناعة في القارة الأفريقية، وإذا قلنا أن البنية التحتية من طرق مواصلات وطرق وسفن وبنية تحتية بالنسبة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وبنية تحتية بالنسبة للاستثمار في الموارد الطبيعية والموارد البشرية الأفريقية، كل هذا يحتاج إلى تمويل. والبنوك الأفريقية زي البنك الأفريقي للتنمية، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أفري إكزيم، البنك الأفريقي للتجارة والتنمية التابع لمنظمة الكوميسا، كل هذه البنوك الأفريقية بتعمل على تمويل البنية التحتية وتعمل على تمويل القطاع الخاص. بس اللي احنا لازم أيضا نوجه إليه الدعم هو تمويل القطاع الخاص الأفريقي، والذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للقارة الأفريقية، لأن احنا إذا قلنا أن القارة الأفريقية كلها ما عندهاش مالتي ناشنال كومبانيز ولا شركات كبرى، ولكن بتعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى دعم القطاع الخاص بالنسبة للمرأة والشباب. إذا قلنا أن الشباب يعني أكثر من 65% من القارة الأفريقية هم شباب أقل من 25 سنة، فبنجد أنه التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة المتوسطة والشركات التي تملكها المرأة والشباب هام جدا بالنسبة للنهضة في والإصلاح الاقتصادي في القارة الأفريقية. نعم. وإذا قلنا أيضا التمويل ده هام جدا بالنسبة للقطاع الخاص ككل، فده مؤتمر هام جدا بالنسبة لدعم هذا الاقتصاد. القطاع يعني الحكومات لابد من وضع السياسات الداعمة بالنسبة والتشريعات اللازمة لتمويل القطاع الخاص الأفريقي بحوافز وبانترست أو ب ب ب ب
بفايدة قليلة جدا علشان تستطيع يستطيع القطاع الخاص الأفريقي أن يعمل النهضة الاقتصادية المطلوبة. دكتور أماني، طبعا تم انتخابكم كأول رئيسة لمجلس الأعمال المصري الإفريقي. أسألك عن رؤيتك لمستقبل القارة، وما الأهداف التي تضعوها من خلال هذا المجلس للوصول إلى المستوى الذي يليق بإفريقيا وكل ما تتميز به من موارد؟ هو بس أنا أقول ملحوظة، هو مجلس الأعمال الأفريقي، مجلس الأعمال الأفريقي ده منشأ بقرار قمة أفريقية برؤساء والدول الحكومات، يعني استصدروا قرار منطقة التجارة الحرة القارية، وأن لازم التي تم تفعيلها 1 يناير، وتم أيضا انطلاقها أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة القارية كحكومات وموجودة في غانا. ولكن صوت القطاع الخاص الأفريقي كان لابد من تخصيص كيان اقتصادي هام ليكون صوت القطاع الخاص الأفريقي، والذي أيضا وهذا الذي طبعا تترأسيه بالضبط. وهذا مجلس الأعمال الأفريقي الهدف الأساسي منه هو التناغم بين كل مجالس الأعمال الموجودة في القارة الأفريقية، فهو يشمل مجالس أعمال التكتلات الاقتصادية الأفريقية مثل مجلس أعمال الكوميسا اللي هي دول الشرق والغرب الأفريقي، مجلس أعمال السادك اللي هو الجنوب الأفريقي، الإكواس اللي هو الغرب الأفريقي، والوسط والشمال، والأمة اللي هو اتحاد المغاربة الأفريقي، والإيجاد، والسنساد اللي هو الساحل والصحراء، وكل مجالس الأعمال الأفريقية، اتحادات الغرف الأفريقية، التجارة والصناعة، البرايفت سيكتور فيديشن أو المؤسسات القطاع الخاص الموجودة في كل القارة الأفريقية، يعني يشمل جميع مؤسسات القطاع الخاص الموجودة في القارة الأفريقية، ويعمل على التناغم بينها وتوحيد جهودها من أجل النهضة بالقارة الأفريقية، وأن يكون صوت واحد بالنسبة للقطاع الخاص الأفريقي. هدفه زيادة التجارة الأفريقية البينية بين دول القارة، هدفه تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، الدعم الصناعة في القارة الأفريقية، التكلم بصوت واحد بالنسبة بقارة أفريقيا ونظرائها في العالم، يعني أفريقيا أوروبا، أفريقيا تشاينا، أفريقيا إنديا، كل أفريقيا أمريكا، كل التكتلات الاقتصادية الموجودة في العالم، مجلس الأعمال الأفريقي هو الصوت اللي بيكون هو الصوت القطاع الخاص الأفريقي. ويعني الآن يعني بأشرف برئاسته، ودلوقتي بعمل على خطة بحيث علشان يبقى عندي لجان متخصصة، لأن إحنا إذا كنا عايزين نعدد دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة في القارة الأفريقية لازم عندي لجان متخصصة، لجنة البنية التحتية والطاقة، لجنة الصناعة، لجنة التجارة، لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة، لجنة الفاينانشال سيرفيس أو الخدمات المالية، التعدين، كلنا هام جدا التعدين في القارة الأفريقية، لجان متخصصة، اللجنة الفارماسيوتيكال إندستري أو الصناعات الدوائية، كلنا نعرف إن مثلا في مصر في 165 مصنع دواء، ولكن حتى الآن في القارة الأفريقية بيتم استيراد الأدوية من خارج القارة الأفريقية من الهند ومن الصين. نعم. مصنع لجنة للمستلزمات الطبية دلوقتي في جائحة الكورونا، في كتير قوي من البلدان الأفريقية بتستورد برضو من الصين، مع إن هنا في مصر حوالي 400 وشوية مصنع برضو بيعمل على المنتجات على المستلزمات الطبية. وهناك تقصير جامد جدا، ازاي بقى من خلال مجلس الاعمال الافريقي ده يكون في مصدر معلومات للقطاع الخاص الافريقي للتشبيك بين القطاع الخاص الافريقي، مثلا اذا كنا قايلين ان في مصر فيها قطاعات معينه، ازاي يتم فتح اسواق افريقيه للمنتج المصري في القارة الأفريقية، إزاي يتم الاستثمار في القارة الأفريقية حتى يكون هناك تصنيع والدعم للتصنيع في القارة الأفريقية. مجلس الأعمال الأفريقي الآن بنحضر إن شاء رب العالمين مؤتمر كبير جدا في مصر في نوفمبر، من 8 ل 12 نوفمبر، مؤتمر القطاع الخاص الأفريقي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، واللي سيكون هناك في كل القطاع الخاص الأفريقي ممثل، المؤسسات المالية للتمويل القطاع الخاص الأفريقي زي ما حضرتك ذكرتي، كل الشركاء الاستراتيجيين لأفريقيا بالنسبة
للتجارة الأفريقية. احنا لحد النهاردة التجارة البينية بين دول القارة 15% فقط. نعم. وبتمثل التجارة في الأفريقية على مستوى العالم 2% فقط. فلا بد أن يكون هناك دور للقطاع الخاص الأفريقي. لكن دائما التمويل كما يعني نعود دائما لنقطة التمويل، لأنه بتحتاج المؤسسات المالية ل ربما ضمانات وشروط بتصعب مع وجود ما زالت بعض المناطق في إفريقيا ما زالت تعاني من صراعات وأيضا تحديات أمنية. كيف يمكن تجاوز هذه المسألة وابتكار منتجات مالية تسهل التمويل وتضمن إقامة مشروعات على كافة المستويات، يعني مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حتى مع وجود هذه العوامل، عوامل الخطورة إذا صح التعبير؟ هو طبعا هام جدا زي ما ذكرنا التمويل، وفيه هناك يعني منتجات مالية من خلال أفري إكزيم بانك اللي هو البنك الاستيراد والتصدير الأفريقي اللي مقره هنا في القاهرة، من خلال البنك الأفريقي للتنمية لسه واضع دلوقتي برضه حزمة مالية للتمويل القطاع الخاص للمرأة وشركات المرأة. لكن لازم أن يكون هناك نظام متكامل ومعلومات وافية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه هناك حزم مالية يعني مالية كثيرة جدا ومنتجات مالية بتصدرها المؤسسات المالية الأفريقية، ولكن القطاع الخاص لا يدري عنها ولا يستفيد منها كلية. وأيضا لابد من مثلا إحنا في مجلس أعمال الكوميسا، عندما رأست مجلس أعمال الكوميسا قمنا بمشروع كبير جدا وهو الديجيتال بايمنت سولوشن، يعني إزاي يبقى في المدفوعات الإلكترونية مدفوعات إلكترونية. ومش بس كده، يعني أنا مثلا مش بس داخل الدولة ولكن بين الدول، يعني زي مثلا تاجر صغير أو تاجرة صغيرة أو شاب عايز يعمل تجارة بين مصر وبين كينيا، بين كينيا وبين جيبوتي، بين جيبوتي زامبيا، زامبيا زيمبابوي. ده بيتحتم إن إحنا عملنا مؤتمر كبير ما بين البنوك المركزية في دول الكوميسا، بين التليكوميكيشن كومبانيز أو شركات الاتصالات. نعم. الريجولاتوري فريم ورك، إزاي إن يبقى عندي الإطار الهيكلي بالنسبة للقانون قانوني ان انا اقدر اعمل هذه التجاره ما بين بالتليفون المحمول. نعم. وبين دوله ودوله يبقى في عندي انتر اوبيرابيلتي بين الدول، انه ازاي يبقى عندي النظام المالي. فده بيسهل كثيرا جدا على زياده التجاره البينيه، وبيعمل كثير جدا على النهضة بتاعة المشروعات الصغيرة المتوسطة بالنسبة للتجار الصغار. نعم. وبالنسبة للمصنعين الصغار. دكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال المصري الإفريقي، دائما نسعد بوجودك معنا وشكرا جزيلا لمشاركتك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، نلقاكم دائما على كل خير.